دكتور زكريا الحسن، الطبيب الرئيسي لشبكة مؤسسات الصحية بالإقليم. دونك فور علمنا بالحادثة هذا الصباح. فور علمنا بالحادثة هذا الصباح اللي وقعت في جامعة سيدي بولعلام. انتقل طاقم فريق طبي تابع للدائرة الصحية تفتش لي المكان، تم معينة بعض الحالات وتم نقلها الى للتكفل بها في المركز الصحي تفتش، حيث تم نقل 15 جثة كلهم نساء، وكانوا 10 ديال الجرحى، منهم 4 تم التكفل بهم في عين المكان، و6 تم ليفاكياسيون ديالهم هنا للمستشفى الاقليمي سيدي محمد بن عبد الله. ومن بين هاد 6 الحالات اللي تنقلوا لهنا للسبيطار ديال الصويره، 2 تم النقل ديالهم عن طريق طائره مروحيه الى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. الحاله ديالهم مستقره. مستقرين. مستقرين. مستقرين.